سيد عمر، انضم إلينا التو ضيفنا عبر الهاتف سيد جورج إسحاق، عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر. سيد إسحاق، يعني لعلك سمعت سيد عمر مجدي، وهو باحث في حقوق الإنسان في منظمات دولية، تحدث الآن وأن هناك اتهامات بأدلة قاطعة بأن النظام المصري تورط في عمليات تصفية لمختفين قسريا. إلى أي مدى يعتبر هذا الكلام صحيحا من وجهة نظرك؟ أنا بعتبر أنه في بعض الحالات، مش حالات كثيرة يعني، لكن في بعض الحالات كانوا مختفين قسريا وفعلا قتلوا يعني. فدي مسألة مهمة جدا. الحاجة الثانية أنه إحنا في بنحارب الإرهاب. إذن سيد جورج، نحن يعني أنت تقر الآن بأن هناك أفراد بالفعل أو أن هناك حالات كانت مختفية قسريا؟ حالة واحدة كانت معروفة. ألا وهي؟ نعم؟ ألا وهي؟ حالة بتاعت العريش، اللي كانوا موجودين في العريش، دول كانوا مختفين قسريا وقتلوا في العريش. أنا رأيي الشخصي إنه في هناك خلط بين مقاومة الإرهاب والقتل خارج القانون. ودي مسألة ملتبسة جدا وخطيرة جدا، ويجب التحقق منها. وأنا خلط من قبل الدولة أم من قبل المنظمات؟ خلط من قبل المنظمات الحقوقية ومن قبل الدولة، من الاثنين. لأنك أنت مفروض أنك أنت لما تطلع تقرير بتكتب أسماء وبتكتب حالات وبتكتب مواقع، لأن إحنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان لما عملنا كتيب عن الاختفاء القسري كتبنا تفصيلات، ده تاريخه إيه وعمل فين وراح فين واختفى ليه، والداخليه ردت على في هذا الموضوع. فانا رايي ان الخلط موجود، لان الارهاب ملخبط المسائل كلها. هناك فرق بين مقاومه الارهاب والقتل خارج القانون، ودي مساله ملتبسه يجب التحقق منها، ويجب ان الهيئات الدوليه الحقوقيه تقول بالتفصيل. وطبعا انا بطالب الحكومه المصريه انها ترد على هذه الاتهامات، لان دي اتهامات خطيره جدا. طيب يعني ابقى معي سيد